بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاته، فإذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تنزيه سبح، أي سبح ربه. وأطرد الأئمة القول في ذلك، أي إذا مر بآية فيها تمجيد مجد، فيها حث على الاستعاذة استعاذ. هكذا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وهل هذا في الفرض والنفل أم أن هذا في صلاة النافلة من الليل فقط؟ للعلماء في ذلك قولان، ويرى الإمام الشافعي والمذهب الشافعي أن هذا في الفرض والنفل على السواء. ذكر ذلك عنهم الإمام النووي صاحب المجموع وصاحب شرح مسلم، فيرى أن الوقوف عند كل آية رحمة والسؤال، وعند آية العذاب والتعوذ، وعند آيات التسبيح نسبح ربنا، في الصلاة فرضها ونفلها. واستدل بعض العلماء لذلك بأن عمر رضي الله عنه جاء إلى صلاة العشاء متأخرا، فدخل الصلاة وراء عبد الله بن السائب، وكان عبد الله بن السائب يقرأ من سورة الذاريات، فبلغ قوله وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، فقال عمر بأعلى صوته أشهد أشهد، وكان في صلاة العشاء ليس في الفرض. وأن ابن عباس ثبت بالسند الصحيح عنه أنه سمع الإمام يقول أليس الله بأحكم الحاكمين، قال سبحانك اللهم ربنا فبلى، ونحوه عند قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. وأن عائشة رضي الله عنها ورد عنها نحو ذلك، لما سمعت كلمة ويل يومئذ للمكذبين تعوذت بالله من أن تكون من المكذبات، وتعوذت بالله من الويل أو نحو ذلك. فهذه بعض حجج القائلين بتأول القرآن أثناء قراءتنا له في الصلاة، أثناء قراءتنا له في الصلاة. وهل يدخل في ذلك إذا سمعنا آية صلوا عليه وسلموا تسليما، هل يدخل في ذلك الصلاة على النبي، أم أن الصلاة على النبي لا تعلق لها بذلك؟ فيه الوجهان لأهل العلم.